وصلوا في التدريب تاعهم. نعم، اذا نهاد مرحبا بك من جديد، هل انت في الاستماع؟ انا في الاستماع. السلام عليكم نهاد. اذا نحن هنا عبر حصة قضايا رياضية نتحدث عن التجديف، عن تأهلكم. ألف مبروك بداية على حسمك واقتطاعك بطاقة التأهل. أمر ليس سهل بالنظر إلى الظروف، سنتحدث بعد قليل على الظروف اللي حضرتي فيها أو اللي ما حضرتيش فيها، ما بليش كيش نوصفها بالضبط، لكن رغم ذلك ألف مبروك بداية على هذه البطاقة، وشكرا لك لتمثيل الراية الجزائرية أحسن تمثيل. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الدعوة. راني فرحانة بالتأهل تاعي للأولمبياد، وهذا التأهل نهديه لكل الشعب الجزائري. نعم. الشعب الفلسطيني وعائلتي. نعم، إذا نهاد تبعنا قبل قليل تصريحك لما عادت البعثة الجزائرية من تونس إلى الجزائر في مطار واري بومدين، قلتي بأنك دون إمكانيات حققت التأهل. طبعا صراحة كيفاش هذه دون إمكانيات حققت التأهل؟ ربما المستمع يقول لك يندهش، يقول لك كيفاش هذه ما دربتش ما حضرتش وجابت البطاقة وهزمت، حتى مثل ما كان يتحدث سيد علي بودينا قبل قليل الجنوب إفريقية اللي تعتبر خامسة عالميا. إذا كيفاش حتى حققت هذه النتيجة نهاد؟ فيما يخص السؤال تاعك، بالعلم أن هذه الرياضة تحتاج إمكانيات كبيرة، رياضة التجديف. مثلا القوارب الحديثة، تدريبات مكثفة، وسائل الاحتياج وسنسوبية المتابعة الطبية، وبالخصوص مشاركة في منافسة دولية ومع الأبطال المستوى العالي. دونك حقيقة أن التدريبة تاعي كانت مع الأب تاعي. نعم. حضرت في وهران، طبعا فيزيك مع الأب تاعي في وهران. نعم. وكنت لكن الحب عندي تمرنت مع الفريق الفرنسي في فرنسا، ودرت مع فرنسا. بولوني. بولون 92، صدرت معه تربوشات اللي ساعدوني بزاف في التحضير تاعي. نعم. نعم، إذا باش نزيدوا نوضحوا الأمر أكثر، قلتي بأنك حضرتي مع الوالد تاعك في وهران دون قارب. حضرتي كيفاش كانت التحضيرات، يعني فيزيك؟ جسد. قارب. نعم. كانت تحضيرات فيزيك، كنت نحضر على أوكي. مستوى البحر والعلم. أوكي. طبعا سمعنا تصريح رئيس الاتحادية، كنا ربطنا معها الاتصال قبل قليل، قالت بأنها ستأخذ الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية بعين الاعتبار. أنتم عندكم تقريبا أسبوع منذ عودتكم من تونس، وصلتوا الجمعة الماضي تقريبا أسبوع خمسة أيام، من المفروض تبدأوا التحضير الأسبوع المقبل. لحد الآن تأكدي لنا أنه لحد الآن ما كان حتى مخطط، لا يوجد أي شيء لحد اللحظة. يا بعد الدخول إلى أرض الوطن، كنت بعد البطولة الإفريقية وعدتنا الرئيس الفيدرالية أن تقوم بحصة اجتماع أنا ومعايا أنا وسيد علي بودينا لتحضير هذا المشروع ولا خارطة الطريق اللي راح تكون تعطينا مكان ومدة تربص وبرنامج تحضير. ماما أسبوع المقبل راح نديروا معها حصة اجتماع. يعني لحد الآن ما زال ما كان حتى حاجة رسمية، فقط هكذا كلام فقط، تفهمتوا فقط؟ فيما يخص تربوصات خارج الوطن، كلنا يعلم خصوصا في الرياضة تاعكم، وسيد علي بودينا موجود معنا زاد نورنا الله يبارك بمزيد من المعلومات، تربوصات خارج الأرض الوطن مهمة جدا للرياضي التجديف. وطبعا حبينا نعرفوا، هل أنت استفدتي من هذه التربصات بما أنك رياضية في هذا التخصص؟ هل استفدتي في وقت سابق من هذه التربصات؟ معليش ما نحكوش السنوات الماضية، نحكو هذه السنة 2023 اللي بقى لها شهرين فقط تنتهي. ليكن في العلم، كما السنة مع الفريق الوطني الجزائري كان برمجة تربص واحد اللي كان في نونت قبل بطولة كأس العالم، وهذا غير كافي باش التحضيرات لكاليفيكاسيون، غير كافي ستاج واحد هو تربص واحد. دونك انا اوزمون كان ليا الحظ كيما قلت لك، كان عندي كنت منخرطه في نادي فرنسي تحت اشراف المدرب القادر اللي نحييه بالمناسبه اللي هو سيدريك، اللي بفضله درت تربصات وحققت نتائج من بينها 3 ميداليات ذهبيه في بطوله فرنسا.
فوالا دونك كنت على روحي و باش نحق باش نوصل لوبجيكتيف تاعي برينسيبال. ان شاء الله. طبعا كنا تحدثنا في وقت سابق عبر الهاتف، طبعا قلت لي بانه في بعض الاحيان تبقاي في الجزائر هنا في وهران شهر شهرين وما تركبيش حتى في القارب، لانك ما تتوفريش على قارب في ولايه وهران وما تكونيش مع المنتخب الوطني، يعني تبقاي شهر شهرين دون تحضيرات. ما نقولش تحضيرات بدنيه، نتحدث عن تحضيرات مع القارب كما قال مقبل سيد علي بودينا، كاين دي سونساسيون مع القارب ديالك، اذا لازم تحكمي واحد لي روبار، انت ربما تعرفي خير مني هذا الامر. عادي يعني تبقاي هكذا دون منافسه شهر شهرين، وعادي الاتحاديه تشوف بانه كاين رياضيين هكذا تاع المنتخب الوطني باقيين دون منافسه ولا تتحرك تماما؟ شاركت انا في بعض التربوسات في الجزائر، وهذا اللي كان بسبب دراستي ونقص الامكانيات في التربوسات مع الفريق الوطني. اما تتاح لي الفرصه مع النادي الوهراني ومشاركه الاب تاعي في التدريبات الفرديه. وفوق القارب ما عنديش في وهران، رغم اني تحصلت على وعود من الفيدراليه، مي مالوغوزمون ما كانش عندي الحظ. شحال عندك ملي تحصلتي على الوعود هادو نهاد؟ شحال؟ شهر؟ شهرين؟ عام؟ عامين؟ في بداية السنة. في بداية السنة؟ نعم في بداية السنة. في بداية سنة 2023. نعم. هاي خلصت على كل حالة. لازم تعاودي ديري طالب في بداية 2024 باش نهاية 24، ويا ربي إذا جبتيه. سيد علي بودينا دار طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شافوه الناس كامل. عنده من 2019 لحد الآن مازال مكاش. ما على كل حال سنرى بأعيننا أسعار هذه القوارب اللي تعتبر باهظة على كل حال، ولكن الرياضي مستحيل أنه يشتري قارب 300 مليون ولا 400 مليون، هذا أمر غير معقول. إذا نهاد على كل حال بقوا أقل من 10 أشهر على الألعاب الأولمبية. على كل حال حنا نشكروا العزيمة تاعك، نشكروا كل المجهودات اللي بذلتيها على كل حال، ونشكرك على ذلك، لأنه ليس بالأمر السهل أنك تظفر ببطاقة تأهل الألعاب الأولمبية. لكن صراحة هل تعتقدين بأنه راحين يوفروا لكم هذيك الظروف باش تحضروا الألعاب الأولمبية من الآن؟ رانا في الواحد من نوفمبر إن شاء الله، في شهر نوفمبر، ولا كالعادة حتى آخر 4 شهور 3 شهور هيا هاكم ستاج وفي باريس روحوا تحوسوا؟ حقيقة هي كنا نعرفوا كاع التحضيرات للأولمبياد ولا بطولة العالم هي شيء هام جدا، تحتاج على الأقل برنامج 3 سنوات. كما أنا أطمح للحصول إلى أعلى درجات، ولكن هذا لا يعني لم أحضر بشكل جيد في هذه المدة القصيرة، لأني صافي لمدة عامين راني ندير بطولات عالمية وراني ندير بطولات انترناسيونال، دونك هذا ما راحش يحبسني، راح نزيد نكمل دونك لا رياكسيون تكون لو بلو فيت بوسيبل باش نقدر ندير نتائج إيجابية في الأولمبياد إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك كل توفيق. ربما رسالة راكي حابة توجهيها في نهاية هذا الاتصال نهاد بن شادلي، الشعب الجزائري يسمع فيك، ربما المسؤولين أيضا، رئيس الاتحادية كانت معنا قبل قليل هاتفيا، أكيد راهي تسمع في رسالة، ربما الوزارة، لا ندري. على كل ربما عندك رسالة حابة تبلغيها باش تحضروا جيدا الألعاب الأولمبية أم ماذا؟ إن شاء الله تكون الظروف متوفرة اللي سبق وذكرناها. أنا لي ثقة تامة في سلطات البلاد عن فيها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادية، نعم، لتحقيق هذه الإمكانيات على أرض الواقع. نشكر عائلتي وكل من ساهم في إعطاء الدفع في المسيرة الرياضية. لدي طموح لتحقيق النتائج المشرفة لرفع راية البلاد عاليا إن شاء الله. إن شاء الله. وفي الأخير نتمنى الشفاء العاجل للمدرب وهبي بالحاجي الذي كان له الفضل في تحضيري من الناحية البدنية والمعنوية، نعم، الذي هو اليوم بالمستشفى، ربي يشافيه، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. بشفع له طبعا إن شاء الله. ونتمنى الخير للبلاد وعاشت فلسطين حرة مستقلة. الله يرحم الشهداء إن شاء الله. وفوالا ميرسي بوكو. وبارك الله فيك نهاد، شكرا جزيلا على رحابة صدرك وعلى كل إجاباتك على كل هذه الأسئلة، ونتمنى لك التوفيق
ونتمنوا ان تؤخذين بعين الاعتبار مثلك مثل سيد علي بودينا ومثل 16 رياضي اخر تاهل الى الالعاب الاولمبيه لحد الان. شكرا نهاد. ان شاء الله. شكرا. عفوا. كانت معنا نهاد بن شادلي من مدينه وهران.